السنية والكفاح والسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اشرح صدور والدين كما أنت واجعلنا ممن يرغبون في زيادتهم في طاعتك وممن يوقنون بعبودك منها البعث والرجوع إليك والحشر والصراط والكتب ثم جنة أو نار. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان وعدواني مع أهل العلة. الآن بفضل الله تعالى وتيسير من لدنه نحاول محاربة علمية أدبية لباطية وشرك الأرض. نبدأ من الآية 20. الذين حضرت ربنا يسرين الموعظة بالآيات، ولكن لا فائدة إلا بالتفكير، لأن العلم اللي وصلنا قد سبق أن قلناه، لكن هنا نذكر. الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى خاصة بيش مشهورة، وسألنا أكيد المتأصى خلق عرفوا التاريخ منذ أكل قد نفسه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أن القرآن القرآن قد نزل حقا من الحق، ويعرفون أن الذي نزل عليه القرآن محمد عليه الصلاة والسلام كانوا قبل ينتظرونه على أساسه من بني إسرائيل. فهذا تعود حينما جاءت من العرب، هم وبدأت عنه العداوة تستفعل تستفعل حتى يومنا هذا حدث من ساعة. وهذا اللي قال الحكمة السيد الصالح حكمة يومه والمرء مع من حق يوم القيامة حتى بدأت. وهو تذكرون من بني إسرائيل أنه كل حرام الخمر تكره قلبه وكل أي مصادر من المال أغلبها في يد الكلاب المفسدة في الأرض. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. الإنسان بيجي المرأة تعرف أنه هذا ولا أحد هو ابن أمه نفسه. الرجال هذول المهم في الرجال بخش عن نفسه في خفاه. واخر واحد ممكن يوم المرأة يطلع على الخيار تلقى الناس اللي ماشيين جايين على البيت هذيك في هذيك الحواس يعني من ضد الشيطان تعمل العائرة. حضر لك الصراحة القرآن الصحيح يقول حبة وحبته كما راه تكليف مثل ما من الفن هذه المحبة بتكون محبة إلا ما يكون فيها صفاء الروح ونور العقل فاعل وعاطفة لا رفاقة فيها ولا قسوة فيها ولا استغلال بها. وانا عندكم الدين اذا كان انتم تربوا معجب اذا كان عندكم الدين احنا الكون ما وصلنا شيء عنكم في هذه الجوانب من الحياة. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. احنا بنوش بسوق الشبع الجنة سوق تعدي بابا على اي حاجة ولا ما بها سواء كان بدك تنفسنا ولا تحت الرسل نوح هذا باش كل مرة باش نكون ضيوف له شمالها تم النبي عليه الصلاة والسلام نبهني قال مش نمشي في الجنة وانا من احباب ربي وانا ما ندوسش قالوا رب ما ندوسوش ما تنيش المرأة اذا كان هي ما مرضت دي نفق فيها تنيش خلص منها جيب بينا وخلص ترى طلاق انسان ولا بعطيها سحب الماء حتى يتيح بيها لكن ما الحل لها تنمو فيه ولا شيء يدخل ريحة الوقت خمس مراحلات خلاص وخلص هو مؤمن حق أربعين من أهل الله ومش عنده يحمينا. حضر مرسل نوح عليه السلام
그래 쓰는 잘 있어요. 그래서 사령 산속에 오신 시 가르치지 않기로. 그런데 있는 내가 지금 내가 우리 섹스맨 여러분 내가 깨끗해서 전원을 아니 생각했어. 아니 그 문의만 생겨주면 가비를 그렇게 부자들의 인물 인물 주주변에 내꿈삼주 멀리간 오주 주님이 부자하다 주님 주님은 그렇게 그냥 열려 주님 생에 품바를 하는 사람이에요. 믿어 쉽게 내 그냥 하나의 마음을 살려 난 어떤 마음이 어떤지 어떤 분이 이어지셨으면 무슨 문제 같은 거야. 그래서 목표주인의 문신주인의 어떻게 눈에서 보이시겠니? 눈을 시작하여 못하는 사람 하나님 아셨다. 원래 눈이 안에 있어주세요. 이렇게 그랬으면 눈을 열어 눈을 그러면서 매일 목사처럼 이 새끼는 물로 새끼 미움을 하는 것 물로 새끼 물을 그냥 하나님 내 아무튼 내내 눈이 안에 있어주세요. 한대로 좀 눈이 있어주세요. 이 자꾸 이렇게 문제였으면 여러분,